بومبا. يا ست يا ست يا ست يا ست بامبا يا ست بامبا. عشان خاطر عشان خاطر يا ست بامبا. طب استاذن انا يا ست بامبا. هو ايه يا اختي ده؟ يا بومبا بومبا شاهدني يا بنتي عليك لما تلحقي السوق. شوفي وراك ايه هنا؟ امسحي الكرسي ده اختي يا بنتي. امسحي رجل الكرسي من هناك كلها تراب اهي قدامك. اجري بقى امسحي الترابيزه ووضبيه. ايوه بعدين الكراسي. لمعوا مناديل البصل بس حاسبي بقى على الفازه. اعدل الكرسي اللي هناك ده. يا بنتي الكرسي اللي هناك ده اختي. هاتي الاطباق. شد حيلك شوية يا بنتي. يلا عاملك قلبي اهو بومبا. يهو يا بنتي اعملي لي كده كده اهو عشان ايدك سايبه. مستنيه ايه؟ ما تلم الازاز ده يا اختي. خاصمك بقى خلاص. هات المقاس هات المقاس قولي هات المقاس. يا اسطى حسن يا اسطى حسن. نعم. ما تنساش حياتك تبقى تخطف رجلك لحد فوق اللي احسن عايزينك. حاضر. اوعى تنسى. حاضر. يا ام محمد يا ام محمد. ايوه يا مسجد. بعدين ابنك يا اختي جاب لي حاجه من الشارع. حاضر يا مسجد. الباب يا بوم. يا ساتر. اتفضل يا استاذ حسن. صباح الخير يا استاذ. يسعد الصباح بنت يا بومبا. ادي له الكنبه اللي سيرها مقطوع وخلي بالك لا يخم. هي الكنبه دي ولا الكنبه دي؟ ده هي. اه طيب ايدك معايا. ايه يا كلمه
هو انت اكلت المسامير؟ لا دي الصنعة تحكم. ما تناوليش شوية مية. خد كتر خير. من يد من عدامة من يد من عدامة ها؟ هنايا يا سي حسن. الله يهنيك. ما تستاح أستبومبة، قصدي أستبامبة. هي بامبة ولا بومبة؟ لا لا، أنا اسمي بامبة. بامبة يا سي حسن بامبة. أمال إيه حكاية بومبة دي؟ لا اصلي بقى سي محمود هو ايه بقى اللي قال لي بامبا دي ملهاش معنى، انما بومبا لها معنى. وخلاص بقى كل الناس بتقول يا بومبا، والحركه كلها بتقول يا بومبا، والعيال كمان بيقول يا بومبا يا بومبا يا بومبا. بومبا من اللي بتفرقع دي؟ الواحد يخاف منك بقى. هو في حاجة تانية مقطوعة؟ دور تانية يا سيدي. بقول ايه؟ هو سي فرج افندي وحلمي افندي مش اخوات سي محمود برضو؟ لا دول جواز ست نعمات وست عطيات. ولاد حلال. ما يتخيروش عنك يا سي حسن. بس سي محمود بقى اكتر حبتين شويتين. اشمعنى يعني؟ علشان بقى هو بيتكلم معايا وبيتسير معايا وبيجيب لي حاجات حلوه وبيجيب لي ارواح وعسليه وكمان بيضحك معايا. عشري يعني. انا كمان عشري بحب كل اللي يحبوني. يا بومبا يا بومبا، انت يا بنتي سايبه شاي الاستاذ حسن يقطع روحه على النار. خلي هنا، خلي بالك لكروتك. الله، كتر خيرك. يا سلام، اخر مزاج، بقالي مده طويله قوي ما شربتش كوبايه شاي بالشكل ده. ليه يا سي حسن؟ وحداني بقى والعزوبيه صعبه، وبيني وبينك الراجل مننا مهما كان شاطر في عمايل الحاجات دي، انما نفس الست احلى. يعني مش متجوز بقى؟ لا، قاعد لوحدي في أوضة في المغربلين. دي بعيدة دي يا سي حسن؟ لا أبدا، فرقة كعب. يا رب. أي خدمة تانية؟ كتر خيرك يا سي حسن. طب أستأذن أنا بقى، بامبا ولا بومبا؟ انا هقول لك استبام. يسلم حركك يا سي حسن. ست بامبا ولا بومبا؟ يا ست يا ست يا ست يا ست بامبا يا ست بامبا. عشان خاطري يا
ست بام بام طب استاذن انا بومبا بومبا انت يا بنت سي محمود. لا يا اختي سي البعبع. مالك يا بنت؟ ابدا يا سي محمود. امال مالك قاعده متنحه كده ليه؟ لا اصل كنت بستريح. واللي بيستريح بيقعد هيمان زيك كده ومسبي العينيه؟ تكونيش يا بنت. سمع حلاوة زمان يا قشطة ساعة وخاتم بمليم حلاوة زمان يا قشطة ساعة وخاتم بمليم طب ما هو السبعة اللي من هنا أنا جبت الرز طب والعشرة دي لا من الأول السبعة اللي هنا هو أنا جبت منها الرز يبقى فاضل من العشرتين كام ألا واحد مالوش تاني العدد ثلاثة ادي أربعة خمس ستة سبعة تمانية طب أنا بقى جبت البصل والثوم من العشرة ده هي ولا العشرة دي عشر يا ست بام طب استعزينا بقى يا ست بومبا انت قاعدة كده ليه؟ بقول لك ايه لما يكون يعني الواحدة معاها ايه عشرتين ها؟ يعني بارستين واحد باريزها كده وواحد باريزها كده وبعدين ايه جاب رز من واحد كويس؟ وبعدين ايه بقى خدنا خمسة ساغ من العشرة ساغ الاولانية وحطناهم بقى على باقي العشرة التانية ورحت جايبة البصل والثوم يتبقى بقى من العشرة ساغ الاولانية كام ثلاثة ساغ ولا خمسة ابيض انت بتقولي ايه انت تقولي لي كان معاكي كام وانا احسب لك انا كان معايا عشرتين بارستين واشتريتي ايه اشتريت بسبعة ساغ رز وبثمانية ساغ بصل وثوم وبعدين الباقي ثمانية ساغ يبقى بقى انا جبت البصل والثوم من العشرة بقى الاولانية ولا العشرة التانية استني بس سبعة رز ثمانية بصل وثوم يبقى المجموع 15 قرش يبقى اذا الباقي 20 ناقص 15 يساوي 5 من صفر ما يصحش نحط واحد نستلف واحد من اللي جنبها تبقى 10 10 من 5 5 من 10 5 1 من 1 0 يبقى المجموع يبقى الباقي 5 قروش يبقى الباقي 5 ساغ مش 8 ساغ اجري يلا اجري اجري تخيبه اجري تخيبه انت خايب خالص والله ما انت فالح خالص انت ده بقى اللي اتعلمته اللي نحط يلا بقى الواحد وجنب الصفر وناخد منه خمسه منين بقى اجيب الخمسه نادي اجري 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 بقى بلا خيبه جاتك وكسه انت جاتك هو انت اديتني البصل والثوم بكام بثمانيه ساعه ثلاثة ونص بصل واربعة ونص توم وقلت له انت راجع هتديني ثلاثة ساغ انا قلت ثلاثة ساغ يا ضلالي لا عشان البصل باربعة ساغ والتوم بخمسة ابيض هو كده يا بابا ما ينفعش
هو انت يعني لازم تغلبيني بكل بيعه؟ اه هو كده بقى، ما فيش انا ثلاثة تعريف. ما هو ده اصله لا تمنه ولا حقه. هو ثلاثة تعريفه وخلاص بقى. ده ينفع ده يا عالم؟ خلاص خلاص بقى استبان بقى اديله اللي هو عايزه المره دي عشان خاطري. خلاص انت كمان بقى يا عم صبور. حاضر يا عم حسن. الباقي بكره. ادي يا استاذ حسن، انت هتقولي على الموضوع المهم اللي هتقوله لي ولا تنزل تروح دكانات؟ حاضر هقول لك اهو. انت عارفه يا استاذ خيريه ان انا جيت من بلدنا عليكم دغري. عارفه وعارفه ان عم حسنين الخولي هو اللي جاي. ايوه عم حسنين الخولي بتاع العزبه اللي المرحوم جوز حضرتك سليمان بيه كان ناظر عليها. والمرحوم وصى عليك. ايه عايز تقول ايه تاني؟ انت عارفه يا استاذ خيريه ان انا يتيم وعايش لوحدك. ايوه يا استاذ خيريه، لما بروح اوضتي اخر الليل وما لاقيش فيها اي حد بحس اني مقطوع من شجره. وبعدين يا حسن؟ لا حد بيقول لي احضر لك العشاء يا حسن، ولا حد بيسال عليا لو دماغي وجعتني، ولا حد بيطبخ لي لقمه حلوه. واد يا استاذ حسن يخرب بيت شيطانك، تكونش يا واد زهقت من العزوبيه وعاوز تتجوز؟ يا ريت يا استاذ خيريه، يا ريت تشوفي لي عروسه جميله اشيلهولك فوق دماغي طول العمر عروسه. ست بامبا ولا بومبا؟ يا ست يا ست يا ست يا ست بامبا يا ست بامبا عشان خاطري عشان خاطري يا ست بامبا 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 انت يا حومتي. طب ودي تيجي يعني تغسل انت الطبق يا سي حسن؟ امال يعني انا بعمل ايه يا سي حسن؟ هو حصل ايه يا استبان؟ انا اللي قلت يبقى انا اللي اغسل الطبق. لا لا ما تجيش خالص يا سي حسن، دي بقى شغله الستات يا سي حسن. ربنا يهدي سرك يا استبان بقى ويريحك زي ما بتريحين. وانا يعني وانا بتعب في حاجه يا سي حسن. امال مين اللي بيجيب لي طبق الخضار ابو لحمه اللي بتبعته الست خيريه؟ مش انت؟ ومين اللي بعد الاكل المحترم ده بيجيب لي الواحد الشاي المعتبر؟ مش انت؟ ايوه بقى يا سي حسن. سي حسن هو انت مش هتصبن ايديك بعد ما كل؟ يا ستي لا لا يا سي حسن، لا لا مالكش حق ابدا. خد يا سي حسن، خد صبن ايديك يا سي حسن. Thank you.
انت عارفه استبامبه انا ما بقاليش عندكم غير كام شهر بس، انما حاسس انكم زي اهلي تمام. اي والله زي اهلي تمام. اس حسن ايه ده يا بامبا؟ انت ايدك فيها زي ما يكون كهربا. اتنفضت. اللي يشوفه كده يقول بقالك سنة ما تحبتيش. يحزك يا اس حسن. او ربنا ما ضحكت. يحزك يا اس حسن. اس حسن ما تبقى تقلع جلابيتك دهيت يا سحسن عشان اخدها لك يجي فم الغسيل كده. لا 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 يا ما هو جارتي ام حسنين بتغسل لي هدومي. لا يا ندمت يا سحسن، هو انا يعني انا بعمل ايه هنا يعني؟ لا سيب لي الحكايه دي، يلا اقلع الجلابيه وهات اخدها فم الغسيل. وانت ناقصاني يا استبامبة، ما كفايه عليك شغل البيت يعني؟ هما يعني هدمتنك اللي هزودوا يا سحسن بس. خلاص يا سحسن خلاص، اقلع هدومك وهاتوا مغسلهم. كده تعب عليك؟ تعبك راح يا سحس. ما تشوفش وحش يا سي حسن، انا كان عندي شويه طلبات قضيتها وجيت. بس انت بتشقي كتير قوي تحت عند الست خيريه وهنا كمان. وانا يعني بشقى عند حد غريب؟ عند ست خيريه وهي اللي مربياه، انما هنا عشان انت جوزي. يا سلام عليك يا بامبا، انت طيبه قوي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. الا من حق يا سي حسن، انا محضره لك شويه ميه وملح عشان احط لك رجلك فيهم ادعكهم لك. الله بنت حلال قوي يا بامبا، ده انا بينقحوا عليا نقح. ربنا يخليك لي يا حبيبي ويخليك لي. عارفه يا بامبا انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا سي حسن؟ نفسي ربنا يفتحها علينا واشتري لي الكاريتا نتمشى بيها على النيل ساحة المغربية. لو ايه؟ انا وانتي وبس، وصوت رجلين الحصان وهي بتقول. بومبا بومبا ايه ده؟ قاعده لوحدك قدام المرايه وبتضحكي؟ انت اتخبلتي؟ ست نعمات، انا انت ايه وبتاع ايه؟ وكمان قاعده اختي بتتكحالي وسايباني مزرعه تحت في شغل البيت؟ ما هو انا اصلي ما انا جايه، ما انا هنزل لكم على طول وهجيب كل الحاجات اللي انتوا عاوزينها. طب يلا يا اختي نجري، يلا واقفه مستنيه ايه نجري؟ حاضر يا ست نعمات. لا ده مش كلام، ده بقى ادمان رسمي. في ايه يا نعمات يا بنتي؟ مش عارفه اعمل ايه معاها. هي مين؟ بومبا هانم، الست اللي انا مسيتها بقت كحلي.
هي لسه ما صحيتش لحد دلوقتي؟ لا، يمكن تكون بعافيه يا ولاد ولا حاجه. بعافيه؟ طب دي فيها صحه لا في حضرتك ولا فينا كلنا. اكبر صح يا ليلى، دي تقدر على شغل. يا ولاد قبل ما تتهموها اطلعوا الاول اطمنوا عليها. تلاقيها قاعده فوق عماله تاخد حمام شمس. والنبي انت رايق. اطلعي يا نعمات يا بنتي اطمنيني عليها. انا وليه ما تنزلش؟ خلاص، لا انت ولا هي. ثانيه يا نينا وانا هطلع اطمنكم عليها. عن اذن. لا 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 يا بوم. لا 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 يهدي انت يا بنت، بتاخدي من قعر الحله وتكحلي يا بنت. سي محمود والله حلويت يا بومبا. قولي مين بقى سعيد الحظ اللي راحت قبليه النهارده؟ والنبي بقى يا سي محمود، اصلك انت رايق وفايق بقى. الله، ومين يشوف الجمال ده يا بنت وما يفوقش؟ القصد بقى انت عاوز مين ايه بقى يا سي محمود؟ طب ما تتكسفيش كده. سي محمود، اذا كنت بقى هتهزر معايا يلا مع السلامه بقى. يا بنتي الجار اولى بالشفع. سي محمود، طب وربنا اذا ما نزلت دلوقتي وسبتني في حالي انا هقول الست خيريه. هو على ايه؟ على ايه يا بوم؟ اتفضلي انزلي تحت، عايزيني مستنييني. خلاص حاضر، ما انا جايه اهو. حاجه هو يا اختي ده. مال قافل بقاله يومين؟ وقافل ليه يا ست؟ قافل يا بومبا. مش كان واجب نسأل عليه لا يكون بعافية ولا حاجة؟ فين البرتقال اللي قلتلك عليه؟ ده ما كانش يأخر ولا شديد الأول. والفاصوليا البيضة يا بنتي كلها مسوسة. كان بيقول إن هو ساكن في المغربية. هو مين؟ سي حسن. الله، هو أنا يا بنت أسألك على الخضار تقولي لي سي حسن؟ انت جمالك ايه في عقلي؟ مش واجب يا ست نسال عليه ليكون بعافيه ولا حاجه؟ سالنا عليه لقيناه مسافر البلد. مسافر بلدهم؟ مسافر بلدهم؟ يا ترى سافر ليه؟ ها؟ سافر ليه؟ عيان؟ بعافيه؟ ولا زعلان؟ ده هو سافر بلدهم علشان يقول لأبوه وامه على الجواز. هو كده. ربنا هو كده. ده هو قال انه يتيم. طب واليتيم ده مش له قريب، له عيلة، له اي حد، له ناس معارفه؟ يبقى هو راح يجيبهم علشان يخطبوني. ايوه يخطبوني انا. يخطبوني عشان يخطبوني. بنت يا بومبا، حلب السلام حلب السلام. انت يا بنت تهبشي في عقلك بتكلمي روحك؟ انت تعبانه يا بومبا؟ لا يا ست،
انا هنزل اشتري الحاجات اللي انتوا عايزينها اللي انتوا طلبتوها. بومبا طلبات أصولية ولا ملوخية؟ فين؟ يا بنها فين يا عم؟ ولا أقولك خد لهم ورق عنب أحسن. يا بنها بعيدة عن مصر؟ ده أنا عندي طماطم هتعجبك قوي. أهلي معروف. قولي بنها في إيه؟ بنها وعايزه بنها ليه؟ ده انت عمرك ما خرجتيش من الحاره. قولي بنها فين اعمل معاه. بنها بعيده قوي، وتركبي لها قطر وتقطعي لها تذاكر، والتذاكر تتكلف ياما. يبقى خلاص مش حساب. اصبر بقى لحد ما هيرجع. ما هيرجع، ما هو لازم يرجع. هيرجع. هو مين ولا مؤاخذة؟ وانت مالك انت؟ وانت مالك انت؟ أدام مش عارف بنها فين، مالك ومالي؟ انت عليك بس تبيع الخضر وخلاص، مالك ومالي؟ بس سيبني في حالي بقى، مش عارف بنها فين، مش عارف، سيبني في حالي، انت فاهم؟ فاهم؟ بقينا الظهر والهانم لسه ما نزلتش. طبعا وهي على بالها ايه؟ لا دي ما بقتش تنفع، هتيجي بقى على الاخر وتخرف. دي من ساعه ما جت عندنا عيله صغيره وهي قطه مغمضه، هتيجي بقى على الاخر وتتغير. طب ما هي زي ما هي قطه مغمضه. لا مش باين يا نيل. شفت عليها حاجه؟ ما شفتش، لكن احوالها هي اللي بتقول كده. غياب بالساعات برا البيت وتزويقها اللي جالها على كبر. طب دي ما كانتش بتغسل وشها بالاسبوع، اشمعنى اليومين دول؟ قصدك ايه يا عطيه؟ لحظه اللي بتتكلمي عنها دي احنا اللي مربيينها، عمرها من عمرك ويمكن اكبر. انا مش قصدي حاجه لازم احلها يا نيلة. بومبا دي هبله وعبيطه ولا يمكن تفكر انها تعمل حاجه كده ولا كده. بس احوالها يا ستي بقى هي اللي متغيره. يمكن يا بنتي اتعرفت لها على واحده ولا اتنين من خدمات الجيران بيعطلوها في الرايحة وفي الجاية. أما من ناحية النظافة البني آدم لازم يبقى نظيف. أيوة يا نينا، بس بقى كلميها هتلايمها شوية. أنا حالي اتهد لوحدي من شغل البيت. لوحدك يا ست نعمات؟ قصدي أنا وانت. خلاص بومبا مش هتنزل الشارع ولا تجيب حاجة من السوق لما تخلص شغل البيت. صح. تعالي يا بومبا. كنت فين؟ كنت في السوق يا ست. واتأخرتي ليه؟ لا ومش النهارده وبس، ده انت بقالك كام يوم على دي الحاله. مالك يا بومبا؟ اصل تعبانه خالص يا ست. انا قلبي حاسس بكده. انت تعبانه يا بومبا؟ سيبي يا بنتي السبت اللي في ايدك ده واطلعي استريحي. لا ما فيش لزوم، انا خلاص انا بقيت كويس. ما هو مش من يوم يا بومبا يا بنتي. معلش يا ست، انا عارفه نفسي، لو قعدت لوحدي هتعب اكتر. اللي يريحك يا بومبا.
رجع يا رجع سحسن رجع سحسن رجع سي محمود سحسن رجع وربنا رجع دكان يا سي محمود ست عطيات سحسن رجع سحسن رجع وربنا رجع فتح دكان ست علاءات ست عطيات سحسن رجع 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 وربنا رجع يا ست خيرية رجع 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 يا ست رجع وعشان ما رجع تعمل الهيصة دي كلها أصله غبيامة يا ما هو حد قالك إنه مش جاي أصله غبيامة قوي 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 والعشرة ما تهونش رجع يا ست رجع والله فيك الخير يا بومبة بس يومين يا بنتي سميهم غياب يومين ده كتير كتير قوي يا ست رجع بومبا رجع شوفي شغل حسن رجع شوفي شغل استعي يا غاوي وامشي الخطاوي قول معايا حلال يا جاوي صلي على النبي استاذ محمود استاذ محمود الله ايه يا حسن ايه اللي مصحيك لبعد العشاء انت مش بتنام بدري زي الفراخ لا ابدا اصلي مستني حضرتك مستني حضرتي ليه؟ اوعى تكون هتقولي مش هتدفع الايجار الشهر ده لا لا ابدا ان شاء الله الايجار هيدفع في ميعاده خير ربنا كتير ده انا معايا 50 جنيه مصري فوق الايجار بتاع الدكان ياه ده انت تبقى غني قوي بقى الحمد لله اصل الفلوس دي انا جبتها من البلد ليه؟ اصل نصها هوضب بيه الدكان واجيب عده جديده والنص التاني هتجوز بيه هتتجوز الف مبروك مين بقى اللي هتتجوزها؟ ما هو ده الموضوع اللي مستنيه حضرتك عشانه نعم ايه؟ عايزنا انا اللي اجوزها؟ لا ابدا تفكر الست خيرية تدور لي على العروسة اللي قلت لها عليها يا حسن انت مش قلت لي الموضوع ده يجي 50 مرة يا اخي على العموم حاضر ما تزعلش نفسك هقول لها يحضر لك الخير تصبح على خير وانت من اهله يا حسن حق يا ولاد البت بومبا دي مهما اتهطلت ولا اتهبلت لكن نفسها في الاكل صلاة النبي احسن زي الفل حق يا نينا شاطره في كل حاجه ولا سد الحنك اللي بتعمله يا سلام زي العسل الا بمناسبه الاكل يا نينا مش هتدوري الحسن على بنت شاطره حلوه كده تجوزها له يوه صحيح ده انا نسيت يا ابني نعم نسيتي ده قلب دماغي في الرايحة والجاية كل مرة يقول لي فكرت الست خيرية فكرت الست خيرية ما تتصرفي يا نينا يوه انا هعمل ايه يا ابني وانا هدور له على العروسة منين ما نجوزه بنت الساعة بتاعنا ضرية وجعانك بقى لحظة وانت شفتها فين بقى يا سفارة وهي واقفة في الدكان نجوز حسن لسميرة بنت الدلالة ولا فتحية بنت الشاويش برعي طب ومالها فاكيها بنت الفران لا 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 انا 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 اللي هجوز سحسن سحسن هو اللي هيتجوزني انا او ربنا سحسن سحسن ده بتاعي انا ايوه بتاعي انا ايه مسكترين عليا سحسن ليه هتاخدوا الجدع مني ليه ده هيجيب لي الكارته والحصان يعمل درج 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 او ربنا سحسن ده بتاعي انا انا اللي عملته وربنا وربنا انا اللي عملته اهو ربنا سحسن بتاعي انا اللي هتجوزه بلاش سمير بلاش سمير عامل معروف بلاش قولهم بلاش وتفهم عشان خاطر بلاش انا كويسه انا حلوه انا حلوه ايه دي يا بوم حسن ده بتاعي ايه دي يا بوم وربنا ده بتاعي انا ايه ده بتاعي انا باين عليها اتجننت سمير حسن بتاعي انا ايه انا اللي هتجوز سحسن الحمد لله ايوه انا اللي هتجوز سحسن سحسن بتاعي انا يا ست يا بومبا واسمعي الكلام كده وصلي على النبي ده بتاعي انا يا ست بصي يا بومبا مين اللي رباكي وانت سنك 10 سنين لحد دلوقتي مش انا مين اللي علمك تنظيف البيت والطبيخ مش انا مين اللي طول عمره بيشوف مصلحتك مش انا يبقى اسمعي الكلام ومصلحتك تاخدي الطبق ده وتقعدي تاكلي
أنا لا عملت ده قالي جسد قالي جسد مم وربنا قالي جسد مم سحسن هيتجوزني أنا أيوه هيتجوزني أنا وأربع عروس يزبوني سحسن بتاعي أنا أيوه بتاعي أنا وربنا بتاعي أنا وربنا 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 بامبا ولا بومبا يا ست يا ست يا ست يا ست بامبا يا ست بامبا عشر خاشر عشر خاشر يا ست بامبا